قامت مؤسسة حياة كريمة بتسليم 60 كرسيا على الأشخاص من ذوي الهمم في محافظة السويس في إطار مبادرة خطى. تستهدف مبادرة خطى توفير عدد 1000 كرسي متحرك لدعم الأشخاص من ذوي الهمم، فضلا عن توزيع صناديق من المواد الغذائية، حيث انطلقت المرحلة الأولى في محافظات المنوفية وسوهاج والأقصر، لتنطلق بعد ذلك باقي محافظات الجمهورية بزيارة محافظات مختلفة من أجل تسليم كراسي متحركة أو كهربائية لذوي الهمم.